ما حكم المؤثر الصوتي في الأناشيد الإسلامية المؤثرات الصوتية؟ والله اليوم ما يسمونه أناشيد هو في الحقيقة أغاني في اللهجات، يغنون باللهجات، لهجة مصرية ولهجة شامية ولهجة سعودية ولهجة، ويغنون عن الحب مثل المغني، ينشدون عن الحب ويدخلون الموسيقى باسم المؤثرات، كأنهم يظنون أن الموسيقى هي الوتريات فقط، وليس الأمر كذلك. كل ما نغم فهو موسيقى، لو ضرب بمسمار على الصخر طن 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 هذه موسيقى. هذه الأنغام التي يدخلونها الآن بحجة أنها مؤثرات عن طريق الكمبيوتر والحاسب الآلي هي أشد تطريبا من الآلات الوترية، فهي موسيقى سموها ما يسمونها فهي حرام. وكذلك الأناشيد التي بدون مؤثرات ولكنها على طريقة الصوفية تنغيما وذكرا، فيذكرون فيها لا إله إلا الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الطرق المبتدعة في ذكر الله، هذه أيضا يعني لا تجوز. وبعض الناس انتقل إلى الالتهاء بالأناشيد عن القرآن، كان بعض الناس يلتهي بالأغاني الصريحة عن القرآن وانتقل إلى الالتهاء بالأناشيد عن القرآن وعن ذكر الله على الطريقة الشرعية الصحيحة. فعلى كل حال هذه المؤثرات لا أتردد بأنها موسيقى وأنها محرمة كالموسيقى ولا يجوز استماعها.